زيت نباتي، ثوم، كرافس، كوسة، كريمة طازة حيوانية، مرق الدجاج الأبيض، نعنع، ملح، فلفل أبيض، مربعات التوست المحمصة. مرحبا، بدنا نحضر نحن وياكم اليوم طبق رمضاني شهي جدا اسمه شوربة الكوسة مع النعنع، نكهته كتير طيبة. نحن بحاجة لزيت نباتي، لتوم، لكرافس، كوسة، كريمة طازجة مصدر حيواني. نحن بحاجة لورق النعنع وكروتون مع ملح وفلفل، وأكيد ما رح ننسى المرق الدجاج الأبيض. رح نتوجه نحن وياكم تنبلش نحضر الطبق تبعنا. رح نبلش نحن وياكم، رح نحط زيت نباتي، توم المطحون، بلش التوم يشقر، منحط جزع الكرافس. بعد ما نحط جزع الكرافس من أول نار شوي صغيرة ومنقليهم سوية ليتحرقصوا. مربعات الكوسة حوالي 3 دقايق تقريبا، منحط رشة فلفل أبيض صغيرة، رشة ملح. إذا منحط الملح بأول الطبخة نحن وعم نحضرها، هالشي بحافظ لها على الأملاح المعدنية الطبيعية الموجودة بقلبها وبيعطيها نكهة طيبة. نكون محضرين مرق أبيض من الدجاج ومنتركها تغلي تقريبا 10 إلى 15 دقيقة. منضيف ورق النعناع ومنضيف الكريمة، نكون محضرين خفاء، سحقنا كل المزيج. نحضر منزين الوجبة قطع توست المحمصة، نرجع نستعين بالملقط، منزين بورق النعنع. شوربة الكوسة مع النعنع، طبق رمضاني شهي جدا. ألف صحتين.